قف ابن حلال ورسول الله جعل وكدي رنا النبي محمد توس وعي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أنا ما أمي سنة يجرو سيدي ولكن كابتن أيوب وأصغر وشيختي أنا جو شخصيا ما ليه كرا أنا سن حريص له نبي جوا إن أدير كي ما ليه كرا أنا هذا قبيل أشرف لي هذا كم يلا قبائل كان أو جوجو لي أو جوجو لو ده يكان مركب ويجرا وأنا شو كان سومالي شو كان مير كلو قرادين بعربي عجم بدو قرادين نينك حاس كيس دبلا قطعه وكفرية بالي دين تكمل بحري نم على إلهي مير كلو وسهل حكم قدم وضقن سوما نبي محمد وكفانا إن وأنا ولكن وأنا نبي جيني وأنا أهل يقرابا نهاي وان إذن سلامي جماهيرته أينو هالكان كوالالوني ووالالكينا سن حريس له وحمانت برنامج كمرتي إيقوه وصاحيب كي شيخ فاروق شيخ فاروق كسو دوو سن حريس له شانل أدباو ما سنتاي وانكو سلامي يا صاحيب وانكو دووهي شكرا صحاب تادان وسلامي يا دمان ملك ستي چوغان با وعليكم السلام باين لان هاي بمانتين انا وكيلكا ادياد ما شاء الله ادياد او مهاتسان تهي شيخ فاروق وحن ربا حلقان ان آن سؤالو مركا آن او أركو ان اي دادك كبرا روغان وحقلنا انقطو ان ان كويديو واي وحن اركايي ان تيك توغا اي لباتة بضان كدعضي كدبنا علما دي لفت الكودي داقضاها تيك توغ لسو ساري تاسو اللي اسكو هستو اما اللي اسكو اللي حدريو قديد افلاقادو يمحالي راه ده ان نبيغا نسب نمديسة اللي اسكو قبصدو صلى الله عليه وسلم مركا برنامج كان واحد ربنا انا غنان دادنا كدو لينين دادنا عادفينينين انان كهدلنو سيدا صح ده يدين تواحا اي كقبطو ان اللي اسلقو قادو كدبنا qofka markaas asagu u sawirto qofkii inta aan sheegney in aanan ahayn qaata ma qof saxan baa mise waa qof qaldan ra'yiga qofkaasi asaga loo dhaafayaa kulley culimadu anaga kaliya maaha oo dad kale culimo aha jiro oo maxaa la yiraahdaa ayagana arki doona jawaabna ka soo bixin doona wixii aan saxnana na qaadan doona wixii aan qaladnana ka soo ridi celin doona barnaamijka aad buu u furan yahay waxaan rabaa barnaamijkaas inaan ku wareysto markaan su'aalaha aan ku hormaro aanba aan guda galaba waxa horta dib keenay in nabiga shakhsiyadiisa sallallahu alayhi wa sallam in la sheegto uu qofka sheegto nasabka nabiga in la sheegto horta maxay diinta ka qabtaa aad baa umahadsantahay adiga asxaabtaada dhammaan waa salaamaya iyo أهل وخير كمال كستي جوغان با إيان تجعل نبي محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كسل لي ولال إذن كا إداوانا يا نبي جين صلى الله عليه وسلم أستاذ إيسي وات أدبو ما سنتهي هرتا نبي محمد عليه الصلاة والسلام قف إلهي صدري إلهي دورتي أيوها سيوان أكسن كان مده بشرك بلا آذنك معنا ملق ماهين وحكرنا ماهين هوي يا أبا دلي هوي ديس يا أبيس ولا يقنا قبيل كسوى ولا يقنا ديجان كسوى ولا يقنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيد أمرك يتهي أصل بكسو كده ماله كسو فرعمي أصل أنا عبا كسي فرعميس وقبائل بويا لنايا وأصل بويا لنايا وفرع بويا لنايا أديك على الغياء وما أنت أمانيك كان سأكتع عن قرون كذب إني تشري دونان ضد نجا فرعمي وقبائل أما ضدها سيد أنا نجا بقبائل أنا كسو فرعنا صح وسيد أمرك سفيعا سيدة حديث النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام نصب كالنبي عليه الصلاة والسلام لما مدها النصب يدك لأ نصب كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام سجارة إلهي ودورت سيدة درت يدبع النبي وحديث عقيري إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل خيك كنانة وقبيلة إلهي وحكى دورت أولاد إسماعيل بك لصوه نحبه كنانة وحكى لصوه بح إلهي سبحانه وتعالى قريش وقريش توحي قليسا كنانة كنانة من أولاد إسماعيل قريشنا إلهي محكا دورتي أي النبي قيري من بني هاشم ريب بني هاشم ريب بني هاشم إلهي محكا دورتي واصطفاني من بني هاشم النبي ريب بني هاشم إلهي أنا إلى دورت أرتقوا سيدة النصب كالنبي عليه الصلاة والسلام ولكن النصب كرسول كلا إلا تلمامينا قريش وقبيل عربيات
سورة بنا القرآن كه كم إذا قريش ليلا في قريش وأنا سورة كلية ما قاعد صورت وأنا أرجع كلية قريش مش كلية قصار وري سورة قريش مركوا قبيل والنبي وكسو تشيدو فرع باصر كيماني مركز صلى الله عليه وسلم فرع سوحلو يقال أن النسب كالنبي وأنا آل بيت كيسي مالك هلدون بها قصة وقال قار فاطمة قار حسين يعني علي يعني آل بيت كالنبي محمد وبني مطلب بني هاشم أحكام ما أنا كنا نسمى النبي محمد نسب كيسا أتشي يعني أتحي أما آل بيت كيسا أتكمي تاي مركا نسب كنغو شرف بدنوا مركا مالا شاقن كرا ومالا ديه كرا حدا تصالو كالي سيدي ولكن كابتن ايوب و اصغر و شاكتي انيغو شخصيا مدي كرا انا سن هرسلي نبي غوى ان ادير كي مدي كرا لبى مشه كوشفته اطوان اركي كابتن ايوب يس هاكا لدتكو كارنو دفاعيا قبل بكو دفاع انكارنو كارنو غالي سينيا سوان اكسن مكو الله سكسورتي لكن و هاتيره مال بهدى هذا و لوضع انشي وأنا أقول صح هذا الدين تونا سيدا إلى هيك وتلمع مرول وكذلك جعلناكم أمة وسطا قف إسلامه أري كسب بحي ولو قصة كيسو صاحينه أري خرد حمبارك راه إن مش قدم بيزل الجرسيو اللي رد قال بعثي وأد بعلست قف لا إله إلا الله له كلها إلهي بنت على رسول كيسان على هذا أنا قولي فعل كيم أما جهل وقيم هذا أما قصة حماه وقيم هذا يعني إن اللي يراد قال بعطي أدب وأركته قف عقلي قال علمي قاله أدب وسكري عليه لأن خطرت أوقي ما نكرت الدنيا آخره إلهي هرتي سايو كرانيا أوكي وإلهي كويدين مايو ما حد هبل وقال يسون ويدين وقال نقضي قف قال نقضي ها وقال يسون إلهي كوي حسابين مايو لكن إلهي كوي حسابين هبل ومسلم ح قالوا تري أوكي مركتها سيدة تكون يفهمان بالروح أوكي وحن رواء سؤالها لفتر كده سؤال إيه صوره بحضي سؤالها سؤال إن وحابضتي إن صوماليدو قفكا قف لغيابو إنو سنكو قالو بينين لكن أنا واناكسنين إنو دنبكا غموضناي إرقاس لكن أو سنكو قالو بينين إنو يرهدو صوماليدو وحيكو بضتي إن أي دادكا قاليسيان أما دادكا قاركود إن أي سيستم كاسميان شهل وعباب مركي دنبي قفكا أو قلو دنبي قاسنو كفري آنان قارين سيدا سيدرتيد هرتيا إهل أؤه أو قفك إسلام كأه قاليسين كرا مسألة دا سان رواء أصحابتي إذي إنك قنعان وحا إهل أؤه مسألة دا مركا تاقن إدى أقون تيادا يؤصول شيادا تاقن يكو تخصوصتي قرانيسا هدي أد مانتا دختر وين وتكتو دا بوك قريساني سو بلنساني سيد يهدى فرمشي يهرو حافدكو يهلا داوك سو قدنيسي مسكو ميدبا ومايا يهونا هدى إسبال وين تغيسي مايا نينو حلقية من مشو قلت إسبيتال قاعد دكتورة في كونتون صنو تخصص بقى كتيري كان دكتور كان حلقية من دسين ياري يوصل صبته لوا صنو حساس خبرات بدن وتجابه نسعين سفيع مركب كله دوين تاني أقوم كصنع أهل كذا بالليل هاي معلق فسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون أهل بيلاده أنا جاي أديكو مخصص أوكي مركب مسألة داس إذا تخصص كذا جرانيسة مفاسد يدي مصالح يدي كلا جرانيسة شروط يدي جرانيسة قفك أقوم حكم قالوا بكرة قفك محاو عن كوخ صبي قفك مقصتي بكرها قفك أشيت كي سمحوها يعني علم الدرة أوجيسي مفسرات حما أوجيسي هي تأويل وحلو يقان نبنا أنتو هشي سمال الله كهلي بنتو كبو ذويري إلهي وأضم كي قاتهاي أنا وحنا هاي ربيها يعني قفوا على فيني معرب كأو حنك حضي حتى قال لي ما رسمي مهات معرب كدفي كقل عضي سمو بأقيم بمركو هلي سفيع حفال تنقارو كتيري سرا حتى كابتن أيوب تدي سهيون ودي سكو خاند كتيرين قبيلية وحي كو ربان بوحيدون أنا نغطي وحباب كينا هين لكن ضد سكو خاندة ضد بي حفال تنقار دحي مركب قف كان معرب كحضي نينك مركو حولتش يدي إنو دهو ربي يو ربي كي باته أنا أضون كذا أنا عرب كيف أنا بيقول حير مركا أخطأ من شدة الفرح فرحة درتت يعني ميل أو صحراء أو عدلاء بنف موت ساشين كيسي بيز وحيسو قديك أصار رأي نف كي مركا ماشى صحراء بوقدوم في عام وهذه هو واي بريس كيسو عندي سأسيب سأسيب ماشى عند متركته وحيسين مركا ماشى أسكت قديم أنا ساي كيت كان سقاه صحيح صح هادو من دوا حسوا خلاق هذه نف كي جيل أو كيت كذاقي أخران وبوجانك وقفصة مكاسي ربي أضون كذا أنا ربي كمان وفرح فرح هذا كابتن بس عارف كحضي قف مسلم قال لي هذا ما مصيبه تأصل بقى سفيعا إسلام ك إن الصوغ لا فض سفيعا لكن إن لقبحه أرك أبشر وحيال الله قبحه وحريري لكن سيد الغصوغ لا يه وواصل زين حتى علماء القرن هم قف قال ولا يقاني
ayaa waxa la arkay suuq salaatu kan yahay lamaan ogumar goortu soo ashaatay qal bo hawin kadibna xarka suuq salaatu kan yahay hal ragac baa haatay suuq rukuucsan baa la arkay sujuudayba oo salaatu kan yahay la arkay muslimnimada loo xukunayo laana salaad ay calaamad u tahay muslimiinta ay calaamad u tahay yes lama dhaa goor ayaa ku qabtay xaqiiqa laga mariyay ya in masjidad qabtay hebelkay ku qabtay masajidkay markiska marjirto islaam ka sidoo lagu soo waafado wax kasto islaam qofkay islaamiyiis lagu soo koro walaal islaam ka fududay laakiin in laga baxaado sadarta hatta qofku markuu gaalnimo ku dhawaaqo ama ficil ka sameeyo ama arab ka sameeyo ama ha aamino waa la ciriiri qofkan ma jahil buu suqna qodobkan ma arabka ka dafay ma fudayd buu uga dhacay ah fudayd ah min qasdi miyuu kala ahaa u jeedo qof ibn xalaal oo rasuul ilaahay jecel oo ku dhiiranaya nabi maxamed toos u ahay sallallahu alayhi wasallam anuu ma aaminsan jiro qof xalaalaba oo ilaahay rasuul aaminsan jecel yahay in nabi maxamed caayo alayhi salaatu wasalaam yani wax ka sheega caay ma balaha nabiga yes filgaadiyo isku dayo qof noocaas inuu jiro anuu ma aaminsan waa gartay laakiin dadka hadda markay qabyaalada la weynaatay adduunyada la weynaatay waxyaalaha magac raadinta la wadaatay waxyaalahan ay la weynaadeen intaanu subscribe haystaa intaanu follow haystaa waxa markay dadka la weynaadeen qof walba meel garaacaya asoon hadan xumaan ba ka ahaynba iska caadi in uu garaacayo albaabka wax ku heli karo adduunyo markaa sidaas marka qof kasoo ku takhasusay dhaqtarka weyn ee aad balansanaysay isbitaalka weyn ee laga yaabo konta kasoo inuu dhaqtarnimada ku jiray iyo qof naasay yar meelaha kasoo bartay medicine hall oo farmashiya yar ah waa muslimidba waa maya wax kasta kan ka hadli kara maya takhasus simulee maya maya saasoo kala waa okay nasaaysha qaarna waxa ogaataa markuu qofku gaalnimo ku heebel ku tilmaamayo gaalada qofka cilmigiisa yar xooga fahamkiisa yar sababtu ma taqaana qofka caaqilka wuxuu fahmayaa aakhira inuu ilaahay ku xisaabinayo heebel oo muslim oo la ilaaha illa allah leh waxaad gaal u tiri inuu ku xisaabinayo ilaahay qofkan ogyahay qofka caaqliga leh cilmiga leh laakiin wuxuu dhinaca kalena ogyahay inuu si ilaahay ku xisaabinayo heebel baa gaal ahaa ama maxaa gaal u dhihi weyday ilaahay kuma xisaabinayo waa sax taasoo kala garanay ama midka cilmiga isku dayo waxuu maqlayaa ideolojiyad yara kelmado yar yar meel isku aadiya buug iyo kitaab yar ku akhriyaa oo iska idlaaqaya halka yaabaa istijada iyo najaasada iyo masaa'ishaysan waxba badan ka aqoonba caqiidadii asalkii weydiintana waa ka hadlaya waa mushkilad marka taasna waa uu fikir hore soo bilaabay xilligii nabigu saxaabadiisii sallallahu alayhi wasallam sadarta abdullah ibn umar wuxuu yiri dad waxaa jira muslim sheeganaya okay aayadihii gaalada ku soo dagay muslimka tii saaran gaalaysiinay aayadihii gaalada ku soo dagay kale munaafiqiintii la yaqaan kuwa ilaahay rasuul la diriray ee sidaas baa dhaqan u ahayd u qasday aayadihii ku soo dagay baa muslim yaro gafay wax ka dhicin oo siisi ah ala dulsara lagu soo dejinaya lagu fasiraya mushkiladahaas jira marka waxay rabtaa waxay u baahan tahay in la fasiro la ogaado masail waa weyn qofka carabku ma ka xaday ninkii saxaraha geeli geeli soo dhumay oo de markii dambe neefkiisa helay gaadiidkii baadka u saarnaa biyihii ayaan tu soo boodo gaadkii hoggaanka qabsaday yiri ilaahu rabbiyo adoonka iga taa subhanaka ya rabbi anna rabbiga bana subhanallah galimi ka weyn ma jirtaa waa maya shirki ka weyn ma jiraa waa maya anagu hadaan waaga noolaan lahaa waa gaal baan dheeray nabigu muxuu yiri xadiis saxiixa sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam akhda'a min shiddati alfarah farxad darteed farxad intay ka tanbadaysay uu gafay waxa la gafay carabiga la qalooday wuxuu ka rabay rabbigay baa taana adoonkaadana ilaa meel saxaraba gaadiid kooga dhow biyo saarnaay markii dambe dib u ka helay wuu farxay absolutely waa wax gaalima cad hadana waxa la yiri carabka ka xaday haddii qofka xifaalada dad kula jiro waxyeelo kula jiro oo carabku wax kala hadlo de ilaahay rasuul wax ka sheegay diin aan u qastin oo niyadiisu ahayn oo jahliba uga suqayn wuxuu ku hadlayo de ilaahay intuu ummadu cudu daaray ayaa ka badan intuu wax u qabsaday jannadaba markay banaanaato naxariista ilaahay u fiirsada adduunya jannadaba markay banaanaato waasic noqoto cid gasha la waayo dadkii markii la geliyey ee wax badan soo haraan dadaa loo abuuraa la geliyey haddabaas markaas baynama jahannamo markay soo harto in badan ilaahay daalim ma aha subxaanahu watacaala addoomiisa mudulmiye waa la isku laablaabaya isku nuqalaleya jannada inta soo hartan dadaa loo abuuraa naxariistaas anagu waxaan ka dhignay qolka afarta metir aan degannahay cidda rabo gelin in cidda rabo ka saaray naxariista ilaahay ka dhigan ina raxmati sabaqat calaa dadadi caradayda naxariisteeda ka hormarsa marka jahli mi qofka ugu sugaya waa muhiim qofka erayga ku hadlay ma jaahil bukay maba oga waxay tahay hadduu ogyahay qofkan oo qof caqli leh oo cilmi leh ilaahay yaqaan koomama hadleenba jahli mi uga sugay tusaale yaraan dadka walaalaha la wadaago tusaalahaas waxa weeye nin baa caruurtiisa la dagaa la dardaarmay markaan dhintoo yiri intaad i gubtaan meydkayga oo i shiidaan
قبيل ما لنا يسقط هذا شيء غريب أم حالك يا داب وحن أوجه رب دمي كان كقلي هدو يقبط قعان يقول ديو في عذاب الدون قفسي عن له عذاب نين كان عدم حكش كي أود إلهي وحطت بطقش دي هذا برج إلهي وقصو قبنا أود إلهي بكش كي إن إلهي سوء لين كرا ولا في زال الشيء دي بكش كي لكن وجهله على سون نوري من قدمتي حديث صحيح حسنا السؤال لكم حاليا محاضر ما يصح إلهي كريتير اسمه حسن نون هاي مكت وري أساس نار تجري مصر حاسة أسمه يسوع دون كيجيو وصوتي ربي وأنا كعب سنين قرط جنة تجري لي وأنا كود إلهي كشك لكن وجه الباء هم مقوي أبسلوت ما كدت كان الدنيا قاطي لا ترتي وده جهله ما كمر قاب قاب تجد ما لسينه أوكي دين ليه رحي أوكي قف كستمره أنت أفرنا ما أوكي هل سنو واي قف مسلم لا إله إلا الله قال لما قلت المام أوكي سؤال شيء يقدم بس وأنا ربو إن عندك أنا أشيعه أنا فهمه سؤال شيء يقدم بس وأنا ربو عندك إن أشيعه أنا فهمه وحيته ما أنت ذا الدنيا اللي جوجو عسر كان عن جوجنو على ما ذي قيامها صوب حيان مجرى فرع كمدة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دس كمد فرع عيسى النول رير قريشة مجران سيدو كلنا أنيق شخصية ديدا أنيق أن كل الله شخصية ديدا حدان إراهدو أنيق سن حريص لا أو نندرا أو سرعة حدي قبيل كيجا دبل وسيراعه وحنجلا يا رير قريش محيدين تك قبطة أتبو ما سنت أورت نبي محمد إنا كوفة أنت إيمانك كميتها قبيل كان نصب كهاد لشدنا وحكوين تن إيمانك قبيل كإيمانك كوي نصبكم معه إنه كلي واو ضدلان نبي محمد عليه الصلاة والسلام والنبي جي وأولالك يبلغ عندنا أدي كرتا وأولالك لأن النبي محمد حديثه حكويري اشتقت إلى إخواني ولا له يبان حيص مكان سيسحاب واحد وأنا ولا له منه المياه أنا جاب كل شبنه ما يأذن قواتهم بير لكن قوة إيمان دونا آخر سامن كمال قوة ينفط وضيقة على جرة ويدافع صلى الله عليه وسلم أول الله إنما المؤمنون إخوة مؤمنين تو وأول الله نبي قلنا مؤمنين تكي كوباد واي مرك أول المؤمن أمدا ونبي بحر مرك قد يدى يقبي على الدين تاكوين دين تاكوين ألقوا لا لوبا ألقوا حتى النصب كقبيل كاعتمادنا وحي كو حرنتا سيدا اسق ناتو لا اسكما شيغان كره نبي محمد نسبكيس انغو حدنا جعل او نو ولب نسبكيس كو اورور جعل لكن اسكما شيغان كره لان النصب اذن الله نداش كشيغتو ودن بنبي محمد باشيغي ميد كره نبي محمد يعني نسبكيس هدا تاي حكام با كرتميس صدقه انا عنتيد با حرام كان نكونيس احكام غار الله قالو بيت كنبي محمد بات الى يومنا هذا نواجرا حتى الصومالي بكتير مركا وحلو يقانا مقعيو يلا قبية كاري ليين أشراف ولو تلماما أنا هذا قبيل أشراف لي رادا كمية قبائل كين أو جوغو اللي بقى أو جوغو اللي وضي يقان أهلو بيت كنو مقعي داس كتب لاتيرا أشراف أري علي الأشراف وقال كنبي محمد أما الرعي عقل هذا ما أرد هادين يعني رعي علي بن عبي الطالي رعي العب ميشو دونان هنقلين أهلو بيت كنو وضوين بدي لكن أشراف ولغو مقعبة وحكو لغو مقعبة أسياد لأن نبي محمد سيدنا محمد هذا تصرفت نبي محمد يمقعي سمتليا مارك أشراف يقب ميرك سيتون أما مدو ها هذين أما عضان ها هذين أما عرب ها هذين أما عجم ها هذين وحيدون ها نغضي أهل بيت هويا لغي يبا إنو أهل بيت كن نغضي هويا كسو جيدة طرنك نبي محمد بالغ أسونا عجم وياه بالغ يبا إنو أهل بيت حكو كسو كلا marka way jira waana joogan Soomaaliya joogaado meel kale u raadin ba Carabiya ajin baad u raadin Urdun ba hadda waxa la yiraahdaa al mamlakatu al urdubiyatu al hashimiyya Urdun waa Jordan waa boqortooyada ree boqortooyada Urdun ama Jordan ee ree bani Hashim Abraham bani Hashim noo arag al bayt nabi Muhammad marka way dhooban yihiin Masar ay joogan Khaliijki joogan dunida kale joogan Iraq ay joogan Sham ay joogan Soomaaliya ay joogan Sudan ay joogan Ashraf وآل بيت كنبي محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لكن مك آل بيت كشتنا أطهي أحكامه كرتميس إن أسكن شيء جزيت بلا سقطان لأن وحصح ما هو الدم لكن هذا هو هيسد حقائق يوحصون أو تاريخ قفل بمشو شكت اللودينية أنه هو يضد ما أنت لقد لني ما أنه قب تجوا يعني وما ينكري كرنو لأنه وح على ديدا يعني هري عن هلي تصارع هذا تكبتن أيوب يدارو
سومالي أنا أنت نروح مغلش الدارات لوك بكوي مدو عرب بكوي مدو قرش بكراي وساس المغلش لكن ميلان كأغري إلى حد من هذه سكومار كلفين لأنه حنا مثلا قبيل كوا حكوين مدا النصر كمد الدين باقي جلو وين يو حترك مرك سكومار مش كوي لكن واحد مغلش حتى يران تيدي دارو حاجة سكوي مدو حتى أنا ما شاء الله سوى حتى الغي إنه دارو ده هاي سوى ناكسن ها ومعروف مرك ساس يكون صوت كوري مرك البيت هذا تايس هذا قدر كحرام أحكام بمشي كيمان إسكشيك ما وموجودون وتشوجان وأنا واحد لقى هاللي البيت كنا من محمد عليه الصلاة والسلام وأنا لقى صلية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم ما كره حرام قال كيني لكن والله بدي ولا لاي حسين اللي دمر خزل ولاي أمويين تي عباسيين تي ركبوا نكمة ما راح أذاس أدب عريض وقليل ويفرحين ولا أدب لو دبعتي مركا قواس الدين الشيء قالوا بيت كن إمحد دبعتيني مركا وإسكت شرتا فكرة إسك خلطان يعرف مسك قل قلوا عن نبي محمد وكو فانينا وأنا ولاب كين وأنا النبي جيني وأنا أهل يا قرابة النهاي قريش تا إلى هاي دورته أبو جهل بكم إذا هاي والنار تا إلى هاي كفوجي أبو لهب بكم إذا هاي والنبي محمد أدير كيسها أبو طالب بكم إذا هاي والنبي محمد أدير كيسها بلال وحوش أهان إلى هاي وجرجار وجرجار النبي محمد تام حد وقاتين نصبهم حكوين دينتا وأنا النار نلقو قلي جنة نلقو قلي قريش النصب أنت عارف والنبي محمد أدير كيسة إنه نار قلي طبت بلال وح بلال وحبش أهنا إنه جنة ذكو قلي جنة ذكو ولا فيرس أصحاب تماشى سواح إن كتو صياه إنه قبيلك وكوين يا هاي دينته إن القبيل شيقته وحكاك شرف بدن إن الإسلام نما ضاعه مالين عقيدة ذي الرعدو مالين تيدتكو كرشتين قبائل يا وحوسة ومالين أحد وجود أنتو كأتك هذا كلا تفرقين ضلالي على مكان الدنيا شيء ساسن الله عنايه خيرات كودن الله عنايه مالين تلاقي مالين تكون نصب شيئين يين دينت كلية يفيرني ومالين تقدون كم جامنية أيقنا حكومية مالك السنة حكومية مرك تاس أيار رواين اللي قدوله لكن قف كفاني النبي محمد أنا بعده كفاني يبقى نبي محمد هذان كفاني يا كفاني لها نبي محمد إنه كفاني ميا قال لي ما معنا دك دك دتك قرمشة وجاي مانيس كابتن أيوه هذي حسابه هو رجيران يهذو حيلا خلا ده هو رجلاي وقذف في الدين كله سبحان واسين يا كابتن أيوه عدة ربت الله حفالتنا ذي كوت الله يا آخر ذاب لكن واحد دين مرك يهول تما ضو حفالتنا كدتك كل حفال تمسى إسكذاب ويا كوا كل حفال تمسى دين تانا كل شيء تانا كل قبيل جهين absolute waa la xifaltamayso wax algayaba gabadhaadii qabiilka sheegayse ka soo jeeda ama qabiilka taa ka soo jeeda inay u dhashay dadku saasay isku saas way nabi wuxuu sheegay inay yaani nasabku yahay mid uu yiri xataa xiriiriya qofkii in soo sheegto ayay fog inaad ka soo jeed wala tan balgaya absolute marka nasabku sugitaankiisu waa arin muhiim ah wax laakiin gaalima yaani oo ninkaas anuu maanta ku hadlay waa khalad waa dhig kara walaal kale waa yaani wax yar waan xifaalta ay ka dhaxeeyo dakuil kula jira baraali ka xifaalta baa iyaga nin walba waxbu soo tuuray nin wax u reebtay mid jeenay garay laakiin gaal baa tahay nabiga ku faanay hadii wax kale anuu waan ogeyno de nabiga wax ka sheegay waa taana waxan leeyahay de hadda ma ugu celiyaaba qof walba iska dhaaf yaani wax yarahan adduunyo iyo xidigaha lagu soo dareen taku inda tiraane nabi muhammad waa khat ahmar waa khatka gududan laga ma gurgurto maxay salaatu wasalaam sallallahu alayhi wasallam nafteena iyo maalkeena ka jicilna iimaankaadu buuxsamay hadaan naftada iyo maalkaada iyo ehelkaada ka jicilaan laakiin meel meelaha kaftanka iyo meelaha xifaaltanka yaa soo gelinina diin waa muqaddas ha soo gelin talana taas waan siinaya laakiin wax gaalnima khalad waa dhigi karna gaf waa dhigi karna gaalnima meesha iga muuqata ma jirto illa qof wax dhigi kara habeen iimaan aan kala garanay su'aashay igu dambeysay hadalkaaga iga soo dhexgalaya waxay tahay markii aan ka soo gudubno dhanka diinta marka ka soo gudubno aniga oo qabiilkaygu reer hebel yahay is ogahayna reer hebel aanu reer hebel ah intaan qabiilkayga cilada gaar aan ku arko intaan ka soo tago qabiil kale hadaan sheegto maxay diintu ka qabtaa adoo ma jirtaa sheegashada laba sheegashada deegan deegan walaal walu noqdaa qabiil walu noqdaa inta nabi hud iyo nabi ayub nabi lut iyo nabi saalih baylay wuxuu ka waramay in walaalkood reer hud nabi hud loo tiray qoom caad ya qoom caad akhuhum saalihan akhuhum hudan walaalkood wa walaalkoodi qabiilka ma aha walaalkoodi diinta laana ku yidhaahay diida ilaahay rabbi iyo dafiray ba kuwaas lut akhuhum lutan ba ilaahay لوط ولا الكل لوط بلوتري اسكو قبيلنا ما هين اسكو ديننا ما هين
ولا نمد حقيقة تيمد ديجان ديجان بهاي ديجسكو ديج ديجان كلو دروها مركز شيء كشدة الله بقى هنا ماشان قبيل كان دكان أوبضن أو ماشان أوبضن أصل هذا هذه النقطة دي مال كذا كويل عالسو يعني كم أهان تان يو إن الاستفاع وحد لبنا سكر الله قيب صدا دفت الله قيب صدا ديج وظل نقطة ديب ملاها الدين تو أسبحيش هيك أصلا بحيس لا نقطة أنا غير كأسبحيس لا نقطة أنا الدنيا يوحك لو كرادنا أما كوبت بات سنة وأسبحيس الصحوة وأسلام كنا سوتشت حتى النبي محمد بعد قالي الصغو عن يعني دين تام بالوجود تجنب يوكا قيب قال الشركة إسماعيل قريش ودارتي الشركة ما كوكا قيب قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام الدين تام بالوجود وقا قيب قال الصغو قريش هين وحماش كل ما هي قبائل هشينية قبائل كلو عنا يسك الدفاعية واسك باهي السنة ولا سكوت لها رصاد ما كمير ليجي دعان إيه مال لنا قيب سنة تاسلي مال لكن إنا نصب كذا إنك تقول ترى ما بكرت ألم قوان ha ismana soo galno adinku is soo galaad oo dan kale fiirinay koona is galna nasadaash tawadambi bal waxa la dhaa kufri baa la yiraa gaalnimo gaalnimadu ma tii diinta laga baxay nimcadi ilaahay koona ka dhashay waa nimco inaad difirtid way laan dadka qaar aan ku aadna waxa walaalayaan ku dheereey kufri wadada waxa ay istaan gaalnimada diinta laga baxo bas gaalnimo tarabadan jiray nabi wuxuu sheegay naagtu ninkeedii inay ku kufriso kufriga diinta laga baxay maana wuxuu u qabtay bi inkireysa hadda waliga wuxuu xaaskaad u xisan sameysa laga yaba maalin weesadu ka jabto ay ku leedahay nagaad waliga oo khayr ka ma arkay saanad waliga ahaan jirtee hadu naagta hal sano u xisan sameysa hal maalin ka aragtay wixii horo dhan ku kufriso diinta kama bixin laakiin nimcadii ninkeedu u galay bay kufri waa qarin asalba wixii la qariyo waa marka waxa aad ruux hadda firto dafirto wixii ku qabtay sidoo kale muslimiintu markay istiriiraan baa la yiri kufri gaalnimo waa سباب المسلم فسوق وقتال وكفر قف مسلم كان لعايه وفاسقنمو الا لا ديررو لدلنا وا غالنمو غالنما دي دينتي لوغا بخيا ما ان حدو حلال سن او دين واي حلال حدو سدي لكن waxaa laga wada halkan wuxuu gooyay xiriirki iimaanka mar hadduu ku seefo qaatay kufriya tirabadan ajir ninka haaskiisa dabada uga taga uu kufriye bal diinta kama bixine nimcada ilaahay meel kale uga sahay xagam uga doon wa doqon sooma absolute marka waa hadalka la adkeynaya suu qofku sheegay uu ku qararo ee kufriga diinta looga baxay ma dad aan tan nusuus ta tirada badan ku wareereen bay kufriga rasmiga u qaateen waxa walba gaalnimo khawarij nimba li dhig jiraa xilliga saxaabada waxa walba gaalnimo waxa walba gaalnimo waxa walba gaalnimo tikidka fududeynaya tikidka fududeynaya hadana si dadban baa dadku la shaqeeyaan kuwaas manhajkooda u dhaxlayeen si gaal hebel wakaal hebel wasaa hebel wakaal ilaahay baa ku madarsana shaqada taas oo kale fiisa absolutely sheekh faruq adiyada oo mahadsantahay sida nooga jaahil bixisay su'aalihii qaar kood oo ay dadkii rabeen in looga jaahil bixiyo taladana si fiican walaalaha u fahmin kaptan ayuub iyo kuwa la midka ah fahmin absolutely diintu waa madax kuruska sare way waxa kala hoos ka fiirfiiriyay waxa ku xifaaltamaysaa aniga iyo taa laakiin diinta iyo nabiga iyo muqaddasaadka aku ku kaftamina ku xifaaltamina waa khalad weyn waayo dad waxay daawanayaan arkaya oo a role model uu noqon kartaa ha ama dadin wax ka daran keenin kara dhinaca kalena dad waxay daawanay habeen iyo maalin aan kala aqoon oo waxaan wax kale ka dhalinaya gaal diintu ka baxay iskaga dhahay marka jawiga jahiliinta hasiinaha qaab ayay hatta isku dambayay ku dambayay adiguna dambayay saaxiibada qaliga aad iyo aad u mahadsantihiin waxa codsiga barnaamijkan horta marka hore inaa share gareysaan sidoo kalena follow soo dhaar absolutely si naxariis leh thank you so much thank you so much wa maxantay sidoo kale waxa iga codsiya hadii ay jirto su'aalo aad u baahan tihiin ama shaki idin ka jiro inaad sheekada soo weydiisan fadlan instagram keyga taga oo igu soo qoro instagram keyga si su'aalahaasi wixii uu sheekada ka garanayo si uu uga jawaabo aad iyo aad u mahadsantiin tani markala muuqaalno aanu kala ku kulmi doono waxa idin leeyahay allah ha idin saamaxo